بنتمنى طبعا مزيد من التنشيط السياحي من خلال الحملات الترويجيه المختلفه، سواء بالشكل التقليدي اللي احنا معتادين عليه او كمان من خلال استضافه المشاهير والشخصيات المؤثره حول العالم. على طول بنبتدي معاكم موضوع حلقتنا الاساسي النهارده، بنتكلم عن منظومه الطيران منخفض التكاليف ودورها في جذب المزيد من الحركه السياحيه الوافده الى مصر. طبعا احنا متابعين في يعني اجتماعات مجلس الوزراء في يمكن الاشهر الماضيه، كان في توجيهات وتكليفات بالاتجاه اكثر والاهتمام بالطيران منخفض التكاليف والاتجاه الى اسواق سياحيه جديده وتوفير خطوط ورحلات طيران الى اماكن وبلدان ربما لم تكن متوفره في السابق، وانه بالفعل ده ابتدى تنفيذه على ارض الواقع. اهميه الطيران بشكل عام للحركه السياحيه الوافده وابرز الاسواق السياحيه اللي احنا ممكن نتجه ليها بالطيران منخفض التكاليف وانعكاسه ومردوده على السياحه في مصر، ده اللي هنحاول ان احنا نتكلم عنه في حوارنا مع ضيفنا اللي مشرفنا فيه الاستوديو، استاذ جمال خليل وكيل شركات طيران منخفض التكاليف. استاذ جمال اهلا بحضرتك معانا في المجله السياحيه. اهلا بيك ويسعدني اكون معاكم في البرنامج. اهلا بحضرتك. استاذ جمال خلينا نتكلم في البدايه عن الطيران منخفض التكاليف في مصر، احنا يعني بتقيم منظومه الطيران منخفض التكاليف في مصر ازاي في ضوء طبعا توجيهات بالتوسع في هذه المنظومه في الاشهر الماضيه؟ هو في جمهوريه مصر العربيه احنا عندنا شركات كتيره منخفضه التكاليف وفي زياده فيها، لكن لازم نعتمد على الشركات المصريه وغير المصريه. في الوقت الحالي بدون ذكر اسماء، الشركات منخفضه التكاليف هي اللي بتغطي الاسواق اللي ما عليهاش طيران مباشر من الشركات الرسميه او الشركات الكبرى. زي الاسواق اللي هي شرق اوروبا، الاسواق كتيره جدا. فالطيران منخفض التكاليف ده مهم جدا لان بيقدر يتخذ قرارات سريعه. اقدر اتخذ قرار من مثلا ان في وجهه سياحيه عندنا في مصر عاوزين نزود عليها الطلب، القرارات بتكون اسرع كتير في شركات الطيران منخفض التكاليف. طبعا عشان نزود الحركه على الطيران منخفض التكاليف لازم يكون عندنا في مصر تطوير البنيه التحتيه او تحسين البنيه التحتيه للمطارات المصريه لتناسب هذا النوع من شركات الطيران، ده اهم جدا. يعني لما بيقول البنيه التحتيه نوسع الاماكن اللي هي اللي فيها المطاعم، الاماكن الانتظار الركاب، طريقه سهوله التعامل مع الراكب بالنسبه للجوازات وتسهيل في كل شيء. واحنا استاذ جمال بنفتتح مطارات جديده وبتدخل يعني الحقيقه الحركه والعمل على ارض الواقع زي مطار سفينكس، مطار العاصمه، يعني عدد من المطارات الحقيقه بتضاف الان الى المطارات الموجوده بالفعل، ده ازاي بيعمل على تقديم خدمه افضل وجوده افضل زي ما حضرتك بتتكلم؟ مطار سفينكس انا الحقيقه زرته الاسبوع اللي فات، كان عندنا اول طياره تنزل فيه، ده صرح عظيم ومشروع يعني يشكر عليه الجهات السيادية، لأنه أقرب مكان للمتحف الكبير. صحيح، طبعا ده المفروض المطار ده يا ريت يكون مطار أكتر يركز للطيران منخفض التكاليف، لأن المكان ده هيكون مكان واعد جدا للسياحة في مصر. لو تتسهل الأمور بخصوص الطيران منخفض التكاليف على مطار سفينكس، ده هيكون لي المردود على الاقتصاد المصري والدخل السياحي هيكون عالي. طيب ازاي ان احنا يعني الدوله تقدم مزيد من الدعم للطيران منخفض التكاليف، وايه شكل الدعم اللي ممكن يكون مقدم؟ الدعم ده بيختلف انواع الدعم، يعني في دعم مثلا في شركات منخفض التكاليف لو هو هيجيب لي اسواق جديده سياحيه تخش عندنا في جمهوريه مصر العربيه. احنا الدعم اللي نقدر ندهوله نديله تحفيز اللي هو تخفيض التكاليف بتاعته، اساسا اسمه طيران منخفض التكاليف. بتخفيض التكاليف، رسوم الهبوط، رسوم الاقلاع، رسوم الطائرات الموجوده في المكان، بديله تحفيز. وفي برضه تحفيز مادي تاني، يعني في بعض الاشياء ان يتقدم له جزء مادي انه يقدر يزود المكان ده، وانا هيزود السائح اللي جاي من مكان اللي هو غير موجود على الطيران العادي، في نفس الوقت بتقلل المخاطره بتاعه شركه الطيران في حاله انه يغطي تكاليفه الكامله.
طيب أستاذ جمال، خلينا نتكلم كمان عن الاستفادة من التجارب المماثلة للأسواق السياحية يعني القريبة لمصر في توفير الرحلات منخفضة التكاليف. احنا ازاي ممكن نستفيد من التجارب دي؟ طبعا لازم يكون في تسهيل في الإجراءات للشركات منخفضة التكاليف، لازم يكون ده عندها تيسير ان احنا نقدر نديلهم الموافقات اللازمة. لان انا شخصيا بخصوص السياحة ده رأيي الخاص، شركة الطيران اللي هي بتقدم أكبر عدد من الرحلات في آخر اليوم هو مجبر إنه يملى الأماكن دي. لو الأماكن فاضية هو بيعمل التسويق وكل شيء على حسابه عشان يملى الأماكن الشغيرة في الطائرات. فهو لما بيعمل كده من المستفيد في الآخر؟ إحنا كدولة والاقتصاد بتاعي بيستفيد، لأنه هيجيب لي سايح وهو عمل كل شيء عشان يخليه يجي لحد عندي. فأنا بعتبر ده جزء هام جدا إنه يساعدنا في زيادة عدد القادمين أو لزيادة الحركة في مطارات جمهورية مصر العربية. إيه الأسواق السياحية اللي ممكن إحنا نكون محتاجين نتوسع في خطوط الطيران المتجهة ليها، أو ما عندناش أصلا رحلات طيران أو خطوط طيران ليها محتاجين إن إحنا نتجه لها في الفترة القادمة؟ أغلب دول أوروبا الشرقية السابقة أغلبها بتحتاج طيران منخفض التكاليف، لأن المواطنين هناك يعني يعشقوا مصر، لكن هو ما عندوش الوسيلة إنه يجي بسعر معقول. فطيران منخفض التكاليف لأي دول أوروبا الشرقية، طبعا منخفض التكاليف بتبقى طيارات ساعتها للطيران مش عدد ساعات كبيرة، يعني بتبقى مثلا من ساعتين لحد 5 ساعات. فكل الأسواق اللي هي قريبة لحد 4 ساعات أو 5 ساعات دي أسواق تعتبر هي الهدف لشركات الطيران منخفض التكاليف. كمان عندنا في المقاصد السياحية داخل مصر، ازاي الطيران منخفض التكاليف ممكن يعني يسهل فكرة برنامج اليوم الواحد، برنامج السياحي اليوم الواحد ما بين المقاصد السياحية المختلفة، ويربط ما بين المقاصد الشاطئية والأثرية في الأقصر وأسوان على سبيل المثال؟ هنا الطيران منخفض التكاليف عنده يعني دور هام جدا وأساسي في النقطة دي، بس ده هيكون فقط الشركات المصرية، لأن حسب تعليمات أو القرارات من هيئة الطيران المدني فقط الشركات المصرية اللي تقدر تتعامل في السوق الداخلي. الطيران منخفض التكاليف سهل إنه يوفر رحلة اليوم الواحد، يخلي السائح يقدر مثلا لو هو في أي منتجع في جمهورية مصر العربية يزور القاهرة والمعالم في القاهرة، خاصة إن عندنا القاهرة ينقص فيها عدد الأسرة أو عدد الغرف لاستيعاب عدد السائحين اللي جايين لمصر. فالطيران منخفض التكاليف يقدر يساعد في رحلة اليوم الواحد، واحنا عندنا في مصر أكثر من شركة منخفض التكاليف. كمان الطيران منخفض التكاليف هو الاسم من الاسم، اسم على مسمى زي ما بيقولوا منخفض التكاليف. أنا لو سائح أنا مش عايز أعمل رحلة مثلا من شرم الشيخ وأجي القاهرة وأدفع 200 أو 300 دولار في الليلة في اليوم الواحد، أنا عايز أدفع سعر معقول يناسب، وفي نفس الوقت الطيران استفاد، القاهرة استفادت بدون أي بدون ما نحط حمل زائد على الفنادق اللي في القاهرة، لأن هي أساسا ما عندناش غرف كفاية. طيب أستاذ جمال، الحقيقة دايما الطيران بيكون ليه يعني بعض الانتقادات، بعض التحفظات، بعض الملاحظات، انه الاسعار يعني ما بتساعدش على السفر ولا حتى داخليا. حضرتك بترد على الكلام ده ازاي؟ هو الاسعار عرض وطلب، زائد هي الاسعار مش فقط النهارده، زائد كمان مصاريف التشغيل. عشان كده انا قلت بتحتاج بندي الطيران ده بعض الحوافز، تقليل مصاريف الاقلاع والهبوط، ده هيساعد الشركات انها تقدر تزود، لان عشان انزل السعر لازم التكاليف بتاعتي للتشغيل تكون قليله. فالطيران منخفض التكاليف اعتقد زيادته هيزيد التنافسيه، في تنافس هم اللي هيصرفوا من عندهم علشان يزود العدد المقاعد اللي بيبيعها. فالطيران منخفض التكاليف لازم اساعده عشان هو يقدر يساعد في الاقتصاد. طيب كتير من الحقيقه الخبراء السياحيين لما بنتكلم عن الاتجاه الى اسواق سياحيه جديده، او انه في يعني مواطنين في دول اخرى حابين ان هم يجوا يزوروا مصر، لكن الحقيقه مفيش خطوط طيران اصلا، فبيتقال انه لو في خط طيران مش هيوفر تكاليف التشغيل لانه مش هيكون في يعني كثافه في المسافرين. راي حضرتك في الكلام ده؟
بص هو كلام صحيح. بص في اخر اليوم هي عمليه تجاريه، شركه طيران جديده لازم يعمل دراسه جدوى للخط نفسه او المكان نفسه هيطير منين لمنين. انا بتخيل اذا كانت شركه جديده لو هو بدل ما يعمل كل يوم رحله هو ممكن يعمل كل رحلتين في الاسبوع او ثلاثه في الاسبوع، هي دراسه الجدوى. لو دراسه الجدوى بتساعد العدد ده بيبقى كويس. لو السوق ده مثلا واعد مستقبلا وممكن هتزيد الحركه منه، في الحاله دي هنا بقى الحوافز بتساعد شركه الطيران انه يفكر جديا في عمل رحلات من الاماكن. طب ازاي الاسواق السياحيه المنافسه بتتغلب على المشكله دي وبيزورها الحقيقه ملايين الزائرين؟ ما هو عشان قلت لحضرتك الحوافز، ندي حوافز للناس دي، نسهل الاجراءات عندنا عشان تقدر الشركات دي تيجي. وهي انا مديله سبب ان هو مستقبلا سهل ان هو يزود عدد ركابه ورحلاته، يعني بديله مجال مستقبلا ان انت ممكن هيكون عندك مجال اكبر انك تقدر تزود رحلاتك، تقدر تزود العدد اللي جاي جمهوريه مصر العربيه. انا لازم هو يكون مطمن علشان يزود التسويق بتاعه لجمهوريه مصر العربيه. حضرتك بتتكلم على تشجيع الاستثمار في النقل الجوي عموما، يعني تشجيع الاستثمار للنقل الجوي ده شيء هام جدا واعتقد ان احنا محتاجينه. لكن طبعا دون لازم الاجراءات برضو للتبسيط الاجراءات ان نخلي شركات اجنبيه تيجي تستثمر في جمهوريه مصر العربيه بالنسبه لشركات الطيران الجديده. ده هام جدا تبسيط الاجراءات في ان شركه جديده تيجي وتعمل قاعده في جمهوريه مصر العربيه تتحرك منها لكل مكان، ده هيفيدنا انه هتروح للاماكن اللي الشركات الموجوده في جمهوريه مصر مش قادره توصل لها. فده بيساعد كمان لانه جاي شركه جديده لازم هيستثمر ولازم هيدفع في التسويق اكتر، فده بيساعد كتير بالنسبه للاستثمار. ولازم اديله بيئه استثماريه امنه. ايه هي بيئه استثماريه امنه؟ هو لما يعرف ان المجال الجوي المصري عندنا امن وان الاجراءات في الامن والسلامه موجوده على اعلى معايير، كل ده بيساعد شركه الطيران انها تيجي. لازم اديله الامان ده كله. طيب الحقيقة أنه إحنا بنستهدف في الفترة القادمة في السنوات القليلة القادمة 30 مليون سائح، طبعا ده في الاستراتيجية الوطنية للسياح. الطيران هنا في لتحقيق هذا الهدف إيه المطلوب منه أو إيه اللي بينقصه؟ ده هو طبعا ده شيء جميل إن إحنا نستهدف 30 مليون سائح، ومش كبير الرقم على مصر. هو بصي ولا 100 مليون كتير على مصر. هل البنية التحتية عندنا تسمح بهذا العدد؟ في عندنا طاقة استيعابية لعدد المقاعد الموجودة وطاقة استيعابية للفنادق الموجودة. لو الاثنين موجودين ده سهل. فأنا عشان أوصل لل 30 مليون لازم يكون عندي طاقة طيران استيعابية إن أنا أجيب ال 30 مليون دول في سنة. وده مش صعب، وده بإن إحنا نسهل لشركات طيران جديدة تيجي تستثمر أو تزويد الأسطول الموجود في الشركات الموجودة اللي تقدر تعمله، نقدر نوصل ل 30 مليون. بس قبل ما أجيب 30 مليون راكب على الطيران لازم يكون عندي مكان السائح لما يجي في مصر يقدر ينام فيه. لو ده مش موجود صحيح يبقى المنظومة مش كاملة. حضرتك تقصد طبعا المنشآت الفندقية والغرف بالظبط الاثنين الاثنين يعني عدد المقاعد وعدد الغرف في الفنادق اكيد. لكن احنا في حالتنا النهارده يمكن بنستغل فرصه وجود حضرتك معانا وبنحاول نركز اكتر على منظومه الطيران. صحيح صحيح. اخيرا وسريعا استاذ جمال، يعني ايه المعوقات وايه الصعوبات امام التوسع في منظومه النقل الجوي او الطيران منخفض التكاليف لمزيد من الحركه السياحيه الوافده لمصر؟ هي من وجهة نظري الشخصية مفيش معوقات، احنا عايزين نديلهم تسهيلات على قد ما نقدر، نخليهم يعني نسهل لهم الأمور. كل شركات الطيران الأجنبية أو المصرية عاوزين هيطيروا كل وجهات مصر، ده هام. لكن هو في آخر برضو عاوز يكون عنده حافز في مكان تاني في مصر، مش بس يعني لو شركة طيران منخفض التكاليف هقول له أنت فقط هتطير لشرم الشيخ أو فقط هتطير لمرسى علم أو فقط هتطير. هو عاوز في اليوم اديله مجال اكبر يغطي اغلب الاماكن في جمهوريه مصر العربيه. ده هام بالنسبه له. لكن معوقات انا اعتقد ان السلطه طيران المدني المصريه بتسهل الامور في حدود
المصلحة العامة لجمهورية مصر العربية. أستاذ جمال خليل وكيل شركات طيران منخفض التكاليف، بنشكر حضرتك جدا، شرفتنا في المجلة السياحية. أشكرك يا أستاذة ولاء وشرفني وجودي مع حضرتك. شكرا. مشاهدينا بكده انتهت حلقتنا النهاردة من المجلة السياحية، وبنستكمل أكيد في حلقات قادمة الحديث عن ما يساعد على تحقيق الهدف وهو 30 مليون سائح من خلال الاستراتيجية الوطنية للسياحة في السنوات القادمة. بشكركم على المتابعة، والأسبوع القادم بيتجدد اللقاء وحلقة جديدة من المجلة السياحية.